الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. دشن محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس العمل في مرحلة التشجير في كورنيش الدكة بمديرية المعلى الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين بعدن. وطلع المحافظ لملس خلال الزيارة من سالمين علوي نائب مدير عام الصندوق لشؤون التحسين على نبذة عن المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه. وأشار علوي إلى أن وجود تمديدات خدمات المياه والكهرباء والهاتف والإنارة وغيرها في موقع العمل تسبب في بطء العمل وتأخير إنجازه، وحث المحافظ لملس قيادة الصندوق والعاملين في المشروع على بذل المزيد من الجهود في تنفيذ المشروع والانتهاء من العمل في وقته المحدد، مشددا على ضرورة جعله متنفسا عاما للمواطنين وإنشاء مرافق ترفيهية وخدمية لرواد الكورنيش. تفقد محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس ومعه مدير مكتب الأشغال العامة والطرق وليد الصراري ومدير عام شرطة السير العقيد جمال ديان مشروع إعادة تأهيل طريق شاهيناز بمديرية خور مكسر. واستمع المحافظ لملس من المهندسين والعاملين إلى شرح عن سير العمل في المشروع ومراحل التنفيذ فيه، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. ووجه لملس مكتب الأشغال العامة والطرق بمتابعة المقاول المنفذ للمشروع وتدليل أي صعوبات تواجه العمل في المشروع. يأتي مشروع إعادة تأهيل طريق شاهيناز الذي يربط بين مديرية خور مكسر وصيرة ضمن عدد من مشاريع الطرق التي يمولها البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في العاصمة عدن. إلى أبين، دشن محافظ المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم العمل في مشروع أعمال بناء جيبيون وخرسانات في عبر حسين بمنطقة الدرجاج بمديرية خنفر، الذي تنفذه منظمة كير العالمية في إطار مشاريعها الهندسية للحفاظ على قنوات الري. وأكد المحافظ على أهمية تنفيذ هذه الأعمال التي تسهم في تحسين عملية الري في إطار الجهود المبذولة للتغلب على آثار السيول التي شهدتها المحافظة في الموسم الماضي. من جانبه، أشار مسؤول منظمة كير بمحافظة أبين اسكندر باشريمة إلى أن المشروع عند تنفيذه سيروي 5000 فدان من الأراضي الزراعية في منطقة الدرجاج ومجاورها، ويستفاد منه أكثر من 8000 أسرة، مؤكدا أن منظمة كير نفذت العديد من الأعمال الهندسية والفنية في قطاع الري، شاكرا محافظ أبين على تسهيل أعمال المنظمة في المحافظة. وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو على مذكرة تفاهم مع مؤسسة تواصل الأعمال الإنسانية لتنفيذ مشروع التجهيزات الطارئة لعلاج المرضى والمصابين، وشملت المذكرة على توفير تجهيزات طبية حديثة لأقسام الرقود في هيئة مستشفى عتق، وعددها 8 أقسام شملت توفير 200 سرير رقود متحركة حديثة، إضافة إلى تجهيزات متنوعة بتكلفة إجمالية بلغت 173,000 دولار. يأتي المشروع في إطار الحملة التي تنفذها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية ضمن حملة الكويت بجانبكم لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع مجمع التواصل التنموي بعتق، والمكون من جامع ومركز صحي ومعهد فني مهني ومركز اجتماعي لرعاية الأسرة، بهدف المساهمة في التنمية من خلال التعليم وبناء القدرات وتحسين حالة السكان الصحية والاجتماعية والثقافية وتعليم الفتاة. وقدم المحافظ شكره لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية على إسهامها في مجال التنمية، وأشاد بالدور التنموي والإنساني الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا أن للكويت بصمات واضحة في تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الإنسانية في محافظة شبوة وبقية المحافظات. أكد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الله دحان أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بإقامة المشاريع الاستراتيجية في مجال مكافحة السرطان. جاء ذلك خلال حضوره الملتقى الثاني لطب الأورام 2021 ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان بمشاركة ممثلين فروع البرنامج الوطني للأورام في المحافظات المحررة، مشددا على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من عقد هذه الفعاليات لمكافحة أمراض السرطان، لافتا إلى أهمية إنشاء سجل وطني دقيق لحصر الحالات المصابة بالسرطان في بلادنا ومعرفة عدد المصابين وتخطيط لمكافحته. من جانبه، أشاد مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الدكتور جمال عبد الحميد بدور مراكز مكافحة السرطان التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة حركة نوعية للتوعية بمخاطر مرض السرطان بفضل التعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية التي عملت على تفعيل نشاط برنامج الأسبوع الخليجي للتوعية.
هذا وقد شهد الملتقى حلقة نقاش قدمت خلالها عدد من المداخلات وأوراق النقاش التي أسهمت في تحليل متطلبات مراكز مكافحة السرطان في جميع محافظات الجمهورية. ناقش اجتماع بسيون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الصحراء محمد الصيعاري أسباب تعثر عدد من المشاريع الخدمية بمديرية الصحراء والآلية المناسبة لاستكمالها. وبحث الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مديريات حجر الصيعر وزمخ ومنوخ وثمود والقف بصحراء حضرموت أوضاع تلك المديريات والسبل الكفيلة بتوفير احتياجات سكانها من الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة. وأكد الاجتماع الذي حضره مديري عموم التخطيط والتعاون الدولي والمالية بوادي حضرموت والصحراء على أهمية تحديد المشاريع ذات الأولوية وإعداد دراسة كاملة لها. ودعا الوكيل الصيعري المجالس المحلية في المديريات للقيام بدورها حسب النظام واللوائح القانونية التي أنشأت من أجلها، وحثهم على رفع التقارير الشهرية عن مجمل الأنشطة في المديريات والمتابعة المستمرة لكافة المشاريع والقضايا الخدمية. وفي ختام الاجتماع تسلم الوكيل الصيعري درع الوفاء من مدير عام مديرية ثمود نايف المنهالي مقدم من اللجنة الرياضية بالمديرية، وذلك نظير جهوده في خدمة الشباب والعمل الرياضي ودعم الأنشطة الرياضية بالمديرية. تحت عنوان مأرب حضارة ومعرفة، دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح ومعه رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض عبد الله الباكري وكيل المحافظة للشؤون الإدارية معرض مأرب الأول للكتاب. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل الذي أعده محمد الجداسي. يترقص القلب فرحا ويقن التامور طربا حين تقام فعاليات معرض الكتاب الأول في عاصمة إقليم سبا. أكثر من 20,000 عنوان لدار نشر محلية وعربية. معرض الكتاب الأول في مأرب الحضارة والتاريخ يحتوي على 1,000,000 كتاب في مختلف الثقافات والعلوم المختلفة. وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح وكيل محافظة الشؤون الإدارية عبد الله أحمد الباكرية دشنا معرض مأرب الأول للكتاب، واستمع من قبل مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب ناصر الشريف إلى شرح حول مكونات وأقسام المعرض وأجنحة دور النشر المحلية والعربية. الكتاب اليوم هو خير جليس للإنسان. محافظة مأرب اليوم وهي بعبق الانتصارات في هذا اليوم في جميع الجبهات، هناك يد تبني وترفع السلام، محافظة الأمن والسلام والاستقرار. ها هي اليوم تفتتح المعرض الأول للكتاب. السلطة المحلية أشارت بمستوى الإعداد والتنظيم للمعرض الأول للكتاب والذي يرسل رسالة للداخل والخارج عن أهمية العلم والمعرفة وثقافة السلام. أول الكتاب محافظة مأرب والذي يمثل تظاهرة ثقافية حضارية كانت تزخر بها هذه المحافظة. محافظة مأرب محافظة التاريخ لها باع طويل وتزخر بالموروثات الشعبية والثقافية. تحتفل محافظة مأرب اليوم بافتتاح معرض الكتاب الأول الذي يقام في محافظة مأرب لأول مرة، وهذا يدل على حضارة وتاريخ هذه المحافظة العريقة الأصيلة. وللأسف الشديد الميليشيا الحوثي تحتفل بإطلاق الصواريخ على هذه المحافظة. سعداء اليوم بحضورنا تدشين فعاليات معرض الكتاب الأول في محافظة مأرب والذي يعد تظاهرها ثقافية يعني كبيرة، وفرحنا جدا بالتفاعل الجماهيري الحضور الكبير الذي نشاهده اليوم في قاعات المعرض، وهذا رد من المجتمع الذي يسكن محافظة مأرب على الميليشيات الانقلابية الإرهابية التي ترسل صواريخ الموت إلى هذه المدينة الآمنة، إلا أن رد المجتمع عليها من خلال حضور هذه الفعاليات التي تثبت أن محافظة مأرب إن شاء الله محروسة بالله سبحانه وتعالى، ثم بسواعد الرجال الأبطال في الجبهات التي يدافعون عنها في أطرافها. ونتمنى أيضا التغطيات الإعلامية أن تتناسب مع هذا الحدث الكبير الذي يعتبر أول تظاهرة ثقافية في محافظة مأرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سررنا اليوم بزيارة المعرض الأول للكتاب في محافظة مأرب الذي تقيمه
المؤسسة العامة للكتاب فرع مأرب. هذا الكم المعرفي الذي اليوم في محافظة مأرب من الكتب والمعارف والمجلات العلمية ومن كل أصناف الكتب والمعلومات التي يحتاجها طالب العلم ويحتاجها القاري ويحتاجها كل من له علاقة بالثقافة. مأرب الصامدة، مأرب بلاد العلم والتاريخ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذه المحافظة اليوم تشهد هذا المعرض الكبير بتاريخ 10 فبراير، مشاركة إقليمية ومحلية واسعة، عدد كبير من دور النشر. حقيقة نشكر كل الجهود التي بذلت، وكال لرعاية الأخ اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة، الدور الأكبر والأبرز في نجاح هذا المعرض. آراء مختلفة للمشاركين والمشاركات والزائرين لمعرض الكتاب. وأفضل شيء في المعرض أنه تنوع في جميع المجالات، وأيضا ضم التراث الشعبي للموروثات الشعبية، منها ذلك الموروث الشعبي اللي هو تشجيع المرأة على التمكين الاقتصادي وعلى منتجات، خصوصا المرأة المعيلة، المرأة المسؤولة على أيتام، نساء الشهداء، من أجل التمكين الاقتصادي والاكتفاء الذاتي. يعني أول يعتبر أول معرض للكتاب في مأرب، يعني تجربة جميلة جدا، ويعني بلا شك يعني إحنا بنستفيد منها كثير، حتى إنه يعني تحمسنا كثير لما عرفنا إنه حينفتح يعني معرض كتاب في مأرب، حتى إنه خرجنا يعني إلى جو يعني جو الثقافة وال يعني جو مختلف عن الأوضاع اللي إحنا عبر أثير حب العلم والمعرفة وترسيخ الثقافة العامة. يقام معرض مأرب الأول للكتاب تحت عنوان مأرب حضارة ومعرفة على مدى 10 أيام متتالية، لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب. ترأس الدكتور عادل عبد الحميد العبادي القائم بأعمال رئيس جامعة عدن النائب للشؤون الأكاديمية بديوان رئاسة الجامعة اجتماعا للجنة دراسة وتقييم السنة التحضيرية بحضور كافة أعضاء اللجنة لدراسة وتقييم برنامج السنة التحضيرية الذي حدد مهام اللجنة واختصاصاتها والتقارير المطلوبة منها لتقديمها لرئيس الجامعة. وخلال الاجتماع حث العبادي أعضاء اللجنة على طرح كافة المتطلبات الضرورية والإشكاليات التي تواجه توفير المتطلبات وتصحيح كافة الاختلالات إن وجدت، وناقش أعضاء اللجنة ورقة العمل المتعلقة بدراسة وتقييم السنة التحضيرية من جميع نواحيها، إلى جانب الإسراع في إعداد التقارير الخاصة بالبرنامج وعدد من المتفرقات. وقرر الاجتماع تقديم أوراق العمل الخاصة ببرنامج السنة التحضيرية من قبل المراكز العلمية والكليات الطبية والشؤون القانونية والأمانة العامة والمدرسين في كافة الكليات التي تخضع للبرنامج، وضرورة إعداد اللوائح والالتزام بتطبيقها وتنفيذها. وأكدت اللجنة على تفاعلها مع جميع المقترحات التي تقترحها وتقدمها الكليات والمراكز والمعنيين بها. وقع مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية على تسليم موقع مشروع إعادة تأهيل لشبكة الصرف الصحية الرئيسة القسم دي لمقاولة المشروع. ويتضمن المشروع توريد وتنفيذ شبكة الصرف الصحية الرئيسية من أنابيب بلاستيكية ومناهل وربط بالشبكة الحالية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 131,000 دولار بإشراف السلطة المحلية. وخلال التوقيع أكد المدير معاوية على أهمية تنفيذ المشروع كونه سينهي من عملية الانسدادات للشبكة في المناطق المستهدفة توقف الطفح لمياه الصرف الصحي، مشددا على ضرورة إنجاز المشروع خلال الفترة المحددة وبحسب المواصفات الفنية المطلوبة. حضر توقيع تسليم الموقع نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه للشؤون الصرف الصحية المهندس زكي حداد، وممثل الجهة الداعمة الدكتور محمد عيدروس، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية محمد عنبول، ورئيس لجنة الخدمات ناصر ألبان، وعادل فرج عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا في اليمن.
دشن مدير الإدارة العامة لشرطة السير بمحافظة شبوة عملية تركيب 320 لوحة من الإرشادات المرورية بمدينة عتق بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وأكد مدير الإدارة العقيد حسين الشنيتر تغطية كافة شوارع المدينة ومداخلها ونقيل النقبة بهذه اللوحات الإرشادية، منوها بدورها في عملية تنظيم حركة السير في المدينة وتأمين السلامة المرورية لمستخدمي الطريق فيها، مشددا على ضرورة مراعاتها من قبل سائقي المركبات والالتزام بها. وأشاد المدير شنيتر بدعم ورعاية محافظ المحافظة محمد بن عديو بعملية تركيب اللوحات في شوارع المدينة عقب استكمال عملية إعادة تأهيلها بصورة شاملة وشق شوارع جديدة وكبيرة وواسعة فيها. نبقى في شبوة، فقد تفقد مدير عام مديرية بيحان بالمحافظة عبد الباري مفتاح السير العملي في شق عقبة مالح والشروع في تنفيذ الأعمال الهندسية لعبارة مياه السيول في العقبة، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل في المشروع بوتيرة عالية، مشيرا إلى أهمية الشروع في تسهيل حركة المواطنين في العديد من القرى الريفية بالمديرية. كما دشن مفتاح ومعه مدير مكتب أشغال المديرية محسن القريعي أعمال السفلتة في مشروع طريق الكراع الصعيد بالمديرية. على صعيد آخر، تفقد مدير مديرية بيحان سير الدراسة في مدرسة الجدفرة بوادي النحر، مشيدا بمستوى انضباط الإدارة والعمليات والمعلمين والطلاب فيها، ووجه مفتاح مكتب تربية بيحان بالعمل على حل الإشكاليات الفنية التي تواجه المدرسة، مثنيا على تكامل الجهود من قبل إدارتها ومعلميها في خلق بيئة تعليمية لطلاب المدارس. بمناسبة مرور 10 سنوات، أوقدت السلطة المحلية ومكتب الثقافة ومكتب الشباب والرياضة وأبناء تعز شعلة ثورة 11 فبراير وتنظيم مسيرة حاشدة تؤكد على الدولة الاتحادية. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميل نعيم خالد. أوقدت شعلة 11 من فبراير لعامها العاشر من قلب مدينة تعز بحضور جماهيري كبير وهتافات تؤكد بحرية الوطن واستقلاله وسيره على الاتحادية القادمة، وذلك بالاحتفال التي أقامته السلطة المحلية بتعز ومكتب الثقافة ومكتب الشباب والرياضة. اليوم نحتفي بالذكرى 10 لثورة الشباب الشعبية السلمية في هذا العيد الوطني المجيد. نحتفي اليوم وفي ظل الأوضاع التي تعانيها محافظة تعز ومأرب والعديد من المحافظات، هذا الاحتفاء الكبير يؤكد إصرار ثوار فبراير على استكمال أهداف فبراير مهما كان الثمن ووصول إلى الأهداف والطموحات التي خرج الشباب من أجلها. اليوم ثوار فبراير يحتشدون من جميع المديريات تأكيدا وإصرارا على استكمال أهداف ثورة فبراير. اليوم هذا الاحتفاء الكبير الذي تقوم السلطة المحلية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي ومحافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان ينظم هذا الحاجة الكبير اليوم مكتب الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الثقافة وبقية المكاتب المعنية. ومن احتفالات 11 فبراير مسيرة حاشدة تجمع أبناء تعز من مديريات المحررة احتفاء بالهادي 10 فبراير ومنددين بانقلاب ميليشيا الحوثي على مقدرات الوطن والحرب الدائرة في محافظات الجمهورية، بعدما تم الحوار الوطني المبني على المساواة والعدالة الاجتماعية. حقيقة خرجنا في هذا اليوم الذكرى 10 للعيد، ذكرى 10 ل 11 فبراير والتي خرج فيها الشباب بثورة سلمية للقضاء لتصحيح مفاهيم الدولة العادلة، الدولة المدنية التي ليست موجهة ضد أحد وبما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنه تعرضت الثورة لانتكاسات ومؤامرات داخلية وخارجية، وبعد أن خرجنا بحوار وتم الاتفاق على المبادرة الخليجية و مبادئ الحوار الوطني وهي من الثوابت الوطنية، بدأت المؤامرات في الداخل والخارج، بالرغم من أن الأطراف الأخرى حصلت على ما 70% والآن نعاني منها بسبب الانقلاب والتمرد الذي حصل من الحوثيين وقوات صالح، يعني كونهما مشتركين في الحرب بالانقلاب ضد الثورة السلمية. ورأينا هناك تحسن في المعيشة، ثبات في العملة،
تصحيح في الجانب الأمني، الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي. لذلك نقول شباب فبراير وأن يحدوا وأنا يمشوا بالطريقة السليمة برئاسة عبد الرب منصور هادي، وكذلك نسعى لتحقيق كل الأهداف التي قام أصحاب فبراير من أجلها. اليوم شباب وأبناء محافظة تعز يحتشدون لتجديد العهد مع 11 فبراير في عامها العاشر. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. بدعم وتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ التواصل للتنمية الإنسانية، دشنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب مشروع توزيع المياه النقية على مخيمات وتجمعات النازحين. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد الجداسي. المساعدات الإنسانية لدولة الكويت الشقيقة تتعاظم يوما بعد يوم، وهنا في محافظة مأرب تم تدشين توفير مياه الشرب النقية لمخيمات وتجمعات النازحين بدعم وتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة. التواصل للتنمية الإنسانية الهمزة الوصل التي تقوم بتنفيذ المشاريع الإنسانية لدولة الكويت الشقيقة لتخفيف معاناة النازحين. الوحدة التنفيذية أشارت بهذا العمل الإنساني لدولة الكويت الشقيقة والتي مثل أهمية كبيرة للتخفيف من معاناة النازحين في مخيمات النزوح. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 11 فبراير 2021 نحضر تدشين توزيع مياه صالحة للشرب ل 13 مخيم من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، تقدمهم مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة. نشكرهم على هذا الجهود التي يقدمونها في محافظة مأرب، وليس هذا التدخل الوحيد وإنما لهم سبق في التدخلات في هذه المحافظة. وطبعا يوجد في محافظة مأرب 143 مخيم من مخيمات النازحين، تمثل الأسر النازحة في المخيمات ما نسبته 10% من إجمالي النزوح العام في داخل المحافظة والذين يقطنون في خارج المخيمات. نقدم الشكر الجزيل لدولة الكويت على وجمعيتها الإنسانية على المشاريع والتدخلات المستدامة والجهود التي يقدمونها منذ بداية الحرب وما قبل الحرب في اليمن، وهذا يدل على الوقفة الإنسانية لإغاثة وإنقاذ إخوانهم اليمنيين. نسأل من الله أن يمد في صحتهم وأن يفرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. التواصل للتنمية الإنسانية تمثل أهمية كبيرة في إيصال المشاريع التي تقوم بتنفيذها دولة الكويت الشقيقة تجاه أبناء الشعب اليمني في هذه الظروف الاصطناعية. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم اليوم بتدشين مشروع توفير مياه الشرب لتجمعات ومخيمات النازحين في محافظة مأرب. المشروع عبارة عن توزيع 20 تنكر يوميا سعة 3000 لتر ولمدة 6 أشهر. المشروع بتمويل الكريم من الجمعية الكويتية للإغاثة تنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في اليمن، ونحن إذ ننفذ هذا المشروع نشكر الله عز وجل أن وفقنا لهذا العمل، ونشكر إخواننا في دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه للشعب اليمني في محنته. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء. المشاريع الإنسانية لدولة الكويت الشقيقة تلامس هموم الناس وتسهم كثيرا في تخفيف معاناة النازحين في مخيمات النزوح. لقناة عدن الفضائية، محمد القداسي، محافظة مأرب. بمناسبة اليوم الرياضي السنوي للمدارس، نظمت مدارس الأوائل بمدينة جعار مديرية خنفر بأبين ماراثون وسباق للدراجات الهوائية بمشاركة 60 متسابقا. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده زميل رتفان عمر. للعام الرابع على التوالي يشارك الطلاب الأوائل بمدارس الأوائل الحديثة في جعار بمديرية خنفر بمحافظة أبين. يشاركون العالم الحد من انبعاث الكربونات عبر وسائل نقل مستدامة ومن خلال عدد من الأنشطة الرياضية المنعشة لعقول الطلاب وتنمية مهاراتهم وخلق جيل واعي على درجة عالية من الأخلاق متسلح بالعلم واللياقة البدنية. حيث نظمت مدارس الأوائل وضمن خطة الفصل الدراسي الثاني وللعام الرابع على التوالي وبحضور الكابتن رشيد الكيلا رئيس قسم النشاط الرياضي بمكتب التربية بالمحافظة والكابتن حسام الحيدري رئيس قسم الأنشطة بمديرية خنفر وإدارة المدرسة، نظمت سباق الماراثون وسباق الدراجات الهوائية السنوي
وقد انطلق السباق من جولة البادية بزنجبار مرورا بتقاطع المياه ثم حصن شداد والشيخ عبد الله وصولا الى كورنيش الرئيس الشهيد سالم ربيع علي مدير المدارس الاستاذ حسن الناخبي والكابتن حسام الحيدري رئيس الانشطة الرياضية بمديرية خنفر عبر عن سعادتهما وتحدث عن اهمية هذا السباق بالنسبة للطلاب وما تتميز به مدارس الاوائل. اليوم مدارس الاوائل جديدة بدر سباق الدرجة الهوائية والماراثون وسباق الـ400 متر هذا السباق هو الرابع على التوالي في مدارس الأول المحيطة. شارك في السباق في قارب 60 طالب. بدأ السباق من الجولة جولة زنجبار الثاني إلى جولة كورنيش السالمين. الحمد لله وصل الجميع وشارك الطلاب وهذا يدل أن هناك اهتمام من قبل المدرسة مدارس الأول هذه على كل اهتمامهم لكيد تنمي قدرات الطالب البدنية والذهنية. نشكر كل الحاضرين الذي حضروا هذه الفعالية من جماهير ومن طلاب من مواطنين وهذا دافع كبير لأبنائنا الطلاب في مراحلهم القادمة بإذن الله تعالى. ساحة الأبين وبمحاذاة كورنيش الشهيد سالمين شهد استكمال عدد من الأنشطة الرياضية في إطار اليوم الرياضي السنوي للمدارس حيث قدم الطلاب استعراضات فردية بهلوانية وألعاب جمباز وتم استكمال سباقات من 100 إلى 400 متر وسط أجواء من السعادة والفرح والإنجاز. وقد جاءت النتائج على النحو التالي: في سباق الدراجات الهوائية المركز الأول ماجد أحمد العصري، المركز الثاني قصي عبد الله، المركز الثالث يعقوب محسن. كما فاز في الثلاثة المراكز الأولى في سباق الماراثون المركز الأول الطالب محمد زيد علوي، المركز الثاني الطالب علي خضر، المركز الثالث عبد الله خالد. وفاز في المراكز الثلاثة الأولى في سباق العاب القوى مسافة 400 متر المركز الأول الطالب زيد فؤاد زيد، المركز الثاني الطالب إبراهيم عبد الله، المركز الثالث عبد الله البركي. وقد فاز في ثلاثة المراكز الأولى في سباق ألعاب القوى مسافة 200 متر المركز الأول الطالب عبد الله البركي، المركز الثاني عبد الكريم جلال قاسم، المركز الثالث مالك محمد الوالي. كما فاز في ثلاثة المراكز الأولى من سباق ألعاب القوى مسافة 100 متر المركز الأول الطالب زيد نادر السليماني، المركز الثاني الطالب عبد الرحمن جومبا، وفاز بالمركز الثالث يعقوب محسن. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبين. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في أمان الله.